سامح استاذ هاني سعد مع حضرتك دقيقه، يا ريت تعقيبك على كلام استاذ هاني وبرضه وجهه نظر حضرتك ومعارضتك لمنطق المساكنه النهارده بقى يطلع لنا الفاظ جديده، تمام؟ شذوذ جنسي يقول لك مثاليه، بتلعب قمار يقول لك لا ده بقى فيكم كانوا بوكر، النهارده زنا وبغاء قال لك المساكنة. الأستاذ النهاردة لما بيجي بيتكلم وبيتكلم على المرجعية، مع احترامنا لأساتذتنا الكبار، أنا مرجعي ومرجع القانون ومرجع جمهورية مصر العربية القرآن الكريم. ربنا قال في كتابه الكريم ومن آياتكم أن خلقنا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يبقى عشان يحصل مساكنة قبلها زواج. الديانة المسيحية رفضت في القرن السادس عشر والحد الآن بترفض حاجة اسمها المساكنة. جميع الأديان السماوية تقول لك حاجة واحدة، لازم عشان أحافظ على المرأة تبقى علاقة شريفة زوج وزوجة، محدش طيب. يعرف موضوع طيب إن إحنا طيب يا أستاذ هاني،